اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طبعا فريق كره اليد الحقيقه موجود في المغرب للعب في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. زي ما حضراتكم عارفين الفرقه الحمد لله وصلت امبارح بالسلامه، وان شاء الله هتبدا مباراتها خلال الفتره القادمه. وبرضو عايز اقول لحضراتكم مهم جدا جدا نتابع فريق كره اليد خلال الفتره اللي جايه. زي ما قلت لحضراتكم عندنا كره القدم، عندنا كره اليد، عندنا كره السله، هنتكلم في كل هذه الامور خلال الفتره القادمه. وبالتالي خلينا نروح للكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد، برضو نطمن منه، هو طبعا موجود في المغرب عشان نطمن منه على فريق كره اليد والرحله وكل الامور الخاصه بفريق كره اليد خلال الفتره القادمه. كابتن ياسر ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا والحمد لله على السلامه. انا عرفت ان حضراتكم وصلتوا امبارح بالسلامه الحمد لله. الحمد لله كانت رحله شاقه شويه، البطوله في مدينه مكناس هي على بعد 3 ساعات كده بالاتوبيس من مطار كازابلانكا، فبصراحه يعني يوم السفر اول امبارح كان شاق شويه، انت عارف 6 ساعات بعد ما يعني نزلنا من المطار. يعني الفرقه اتعاملت معها مسحه كامل الحمد لله كلها طلعت سلبيه الحمد لله. مشينا 8 الصبح من القاهره ودخلنا الاوتيل 8 ونص بالليل. بس الحمد لله سفريه طويله وسفريه صعبه، ولكن في النهايه يعني ان شاء الله رجال كرة اليد أداءوا قدود. أنا لسه هسأل حضرتك في كل التفاصيل، طبعا البعثة برئاسة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، برضو طمنا حضرتك على كل الأمور الخاصة بالبعثة يا كابتن ياسر، وإن شاء الله إمتى النادي الأهلي هيبدأ مبارياته؟ إن شاء الله أول ماتش لينا بكرة، هو تعدل ميعاده كان الساعة 6 بتوقيت القاهرة، أيوة الساعة 1 بتوقيت القاهرة، واحدة الظهر وقت الظهر. ان شاء الله تمام. فريق سكوت النيجيري دي اول مباراه لينا في المجموعه، الحمد لله الجميع اللعيبه مركزين، احنا قاعدين في فندق مع 8 فرق الرجال بنظام البابل اللي هو الفقاعه ومحاسب بيخرج من الاوتيل، يا دوب بنروح التمرين في الصاله ونرجع. نعم الحمد لله الاولاد مركزين، امبارح عملنا تدريبتين مع الصبح وبعد الظهر، والنهارده كان في تدريب صباحي. ان شاء الله الاولاد كلهم يعني على العهد باذن الله ان احنا نسعد بقوه النادي الاهلي ونرجع بالبطوله باذن الله. اقرب الفرق اللي حضرتك شايفهم من وجهه نظرك، كل الفرق قويه وكل الفرق بتستعد، ولكن اقرب الفرق ان هي ممكن تتعب النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ انت عارف طبعا حاجه يعني كره اليد الافريقيه في تطور مستمر، يعني انما طبعا عندنا فريق وداد المغربي هو طبعا البلد المنظمه، هو اقوى المنافسين بالنسبه لنا، عندنا انجولا عندنا الكاميرون، الفرقتين على مستوى عالي. حضرتك شفت يمكن تابعت منتخب انجولا كان في البطولات الدوليه يعني بيعمل شغل كويس يعني. لما ان شاء الله باذن الله الولاد مركزين وان شاء الله هنسعد بجمهورنا باذن الله. الاجواء جيده والامور جيده، يعني مش ناقصكم حاجه محتاجين تقولوا حاجه لجمهور النادي الاهلي؟ بتوعدوا جمهور النادي الاهلي بايه خلال الفتره اللي جايه؟ يعني احنا طبعا جمهور الاهلي ده الدعم الاول لينا، فاحنا بنسالهم كده دعواتهم لينا بالتوفيق، والجميع هنا يعني سيادة الوزير كابتن محمود الخطيب على اتصال دائم كل يوم بيتكلم مع الوزير العمري يطمن عليه، كابتن رؤوف مدير النشاط الرياضي بيكلمني وهو في الأردن يوميا. نعم مجلس الإدارة بالكامل يعني كان في اتصالات منهم بالدعم للفريق، الجمهور أنا شايف طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم للفرقة، كله منتظر رجال النادي الأهلي بعد الموسم الطيب اللي اتعمل فاتت. الحمد لله احنا عندنا فرقة واحدة والولاد ما شاء الله شايفهم تركيز عالي، التمرين فيه حماس، فبإذن الله نرجع بالكاس يعني بإذن الله. أخيرا يا كابتن، يعني الأجواء بقى جوه المغرب عاملة إيه؟ والله مش عايز اقول حاجه، احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا قاعدين في الاوتيل ونروح التمرين ونرجع تاني بقى. معلش، ما هي الفقاعه كده. بالظبط، والله خروج من الاوتيل ما بنعملش فعلا حاجه، دلوقتي قاعدين في الاوض بينزلوا ياكلوا يروحوا التمرين بنرجع محاضره، يعني الفسحه تمرين.
ففي حبس كامل يعني، فما عندناش اجواء غير اجواء الفندق فقط، بس ده حاجه يعني ان شاء الله الاولاد طبعا محطوطين تحت ضغط، خصوصا انت عارف حاجه احنا عندنا برضو مجموعه كانت مشاركه في الاولمبياد مظبوط. لهم معسكرات، احنا المجموعه اللي كانت معانا في النادي الاهلي الحمد لله بقى لنا يمكن شهر ونص تقريبا تدريب صباحي ومسائي في النادي، عملنا بعض المباريات الوديه في القاهره، الكل مستعد وكل متشوق للبطوله، يمكن بقى بصراحه ما عقدتش بقى لها ثلاث دي السنه السنتين اللي فاتوا، فيعني ان شاء الله ترجع البطوله الافريقيه تاني للنادي الاهلي. يا رب، وهننتظر دائما حضراتكم، واسمح لي ان احنا كل يوم ناخد من حضرتك حتى لو 5 دقائق نطمن على الفريق، وان شاء الله بكره نبارك لك على الفريق، كل يوم نبقى موجودين مع حضرتك على الهوا دايما تطمننا على الفريق واحوال الفريق وتطمن كل جمهور النادي الاهلي. متشكرين على اهتمام حضرتك واهتمام القناه، وان شاء الله بكره يبقى في اول ماتش كده وتبقى فتحه خير وبدايه. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن ياسر على وجود حضرتك معانا، كابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد. زي ما حضراتكم شفتوا دايما هيكون عندنا كل يوم طوال كل برامج القناة هتبقى بتشتغل على هذه النقطة، دايما عندنا ماتش الساعة 1 هنطمن على كل اللاعبين وهنطمن دايما من الكابتن ياسر على كل نتائج وكل الأمور إن شاء الله خلال الفترة القادمة.